بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي في مادة العلوم في الفصل الدراسي الثاني. درسنا اليوم إن شاء الله حيكون مراجعة الوحدة الرابعة واللي كانت تتكلم عن الفضاء، يعني سنراجع هذه الوحدة بما سبق أو تقدم من دروس أخذت في هذا الجزء أو في هذه الوحدة. من إعداد الزميل الأستاذ هاني المالكي وتقديم محدثكم حمدان الزهران. نبدأ بسم الله على بركة الله، أتمنى أنكم تكونوا جاهزين معي إن شاء الله. عندي مجموعة من الأسئلة وأنتظر إجاباتكم وتفاعلكم على الإجابة أو أثناء الإجابة على هذه الأسئلة. نتأكد من خبراتكم السابقة التي قد مرت معكم في دروس سابقة من هذا أو من هذه الدروس. ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة للسؤال التالي: ما هو العلم الذي يختص بدراسة الكون؟ ما هو العلم الذي يهتم بدراسة الكون؟ هل هو الفلك أم الكون أم المجرة؟ يعني علم يهتم بدراسة الكون. أكيد أنكم كلكم تعرفون الإجابة إن شاء الله، جدا سهلة وبسيطة. الإجابة هي العلم الذي يختص بدراسة الكون هو علم اسمه علم الفلك. علم الفلك، أحسنتم، علم الفلك. إذن علم الفلك هو الذي يهتم بدراسة الكون. فراغ نتيجة لدوران الأرض حول نفسها، ما الظاهرة؟ يعني أنا أعيد السؤال مرة أخرى، ما الظاهرة التي تنتج عن دوران الأرض حول نفسها أو حول محورها؟ هل هذه الظاهرة هي فصول السنة الأربعة أم تعاقب الليل والنهار أم النظام الشمسي؟ يلا، واحدة من هذه الإجابات الثلاث هي الإجابة الصحيحة لدوران الأرض حول نفسها. ماذا ينتج عن دوران الأرض حول نفسها أو حول محورها؟ أكيد كلكم عرفتم الإجابة، طالما أنه حول نفسها إذن الظاهرة هي تعاقب الليل والنهار. أحسنتم، تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. السؤال اللي بعده: دورة الأرض حول الشمس تتم كل، يعني كم من الزمن تستغرق أو كم من الوقت؟ لاحظ، دورة الأرض دورة كاملة حول الشمس عشان ينتج عندي الفصول الأربعة. هل هذه الدورة تستغرق 360 يوم و24 جزء من هذا اليوم، أم 370 أم 365 يوم؟ من يتذكر؟ من يعرف؟ أكيد أنكم كلكم تعرفون الإجابة هي 365 يوم. أحسنتم، أحسنتم، هذه هي الإجابة الصحيحة. تعرفنا أيضا على أنواع المناظير، يمكنكم تتذكرون أنواع المناظير، قلنا هذه إحدى الوسائل التي تستخدم لاستكشاف الفضاء ورؤية الأجسام البعيدة. المناظير كما عرفنا في دروس سابقة نوعين: في منظار فلكي عاكس وفي منظار فلكي كاسر. وقلنا الفرق بين المنظارين هو أن أحدهما يستخدم عدسات والآخر مرآة. طيب يلا لاحظوا معايا هذه الصورة، أنا أشوف فيها عدسة، إذن هذا المنظار الفلكي هل هو عاكس أم كاسر طالما أنه في عدسة؟ أكيد كلكم تعرفون الإجابة، في عدسة. احنا قلنا من وظائف العدسة أنها تقوم بتغيير اتجاه الضوء، إذن هي كاسر، كاسر. بينما المرآة اللي موجودة، لاحظوا معايا عندي هنا المرآة وهنا مرآة عاكسة، المرآة هي التي تقوم بعكس الضوء لأنها لا تسمح بمروره بل تعكسه فقط. إذا هذا نسميه المنظار الفلكي العاكس،
بينما هذا نسميه المنظار الفلكي الكاسر لأن فيه عدسات وليس مرايا. يا سلام عليكم، ما شاء الله تبارك الله، ركزوا معانا شوي. اختر الإجابة الصحيحة للعبارة التالية. يلا عندي هنا سؤال ومجموعة من الخيارات، واحد منها صحيح. خلينا نتأكد من معلوماتكم نشوف. أي الكواكب التالية ليس من الكواكب الخارجية؟ ركزوا معايا، الخارجية، الكواكب الخارجية. احنا عرفنا ان الكواكب نوعين، كواكب داخلية قلنا هي التي قريبة من الشمس، وكواكب بعيدة جدا سميناها الكواكب الخارجية، والتي تقع بعد حزام الكويكبات أي بعد المريخ. طيب نشوف هذه الكواكب، واحد منها ليس من الكواكب الخارجية، هل هو أورانوس أم زحل أم الزهرة؟ يلا ليس أو أي كوكب ليس من الكواكب الخارجية هذه؟ أكيد كلكم عرفتم، كوكب الزهرة، كوكب الزهرة، اللي اختار كوكب الزهرة إجابة صحيحة وموفقة. يا سلام عليكم. طيب نأتي إلى هذا السؤال اللي يحتاج إلى شوية تفكير وتذكر لبعض المعلومات. السؤال: ما هو سبب حدوث ظاهرة خسوف القمر؟ احنا عرفنا أن خسوف القمر يحدث في حالة واحدة، إذا كانت كل من الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة. طيب ما هو سبب حدوث ظاهرة خسوف القمر؟ بمعنى آخر، أين يقع القمر؟ هل يقع بين الشمس والأرض؟ أم يقع خلف الأرض؟ أم يقع خلف الشمس؟ أكيد كلكم تعرفون الإجابة. سبب حدوث ظاهرة خسوف القمر هو أن القمر يقع في ظل الأرض، يعني بالترتيب كذا، الشمس ثم الأرض ثم يأتي القمر خلف الأرض في ظل الأرض. وقوع الأرض بين الشمس والقمر، إذا الترتيب هو الشمس ثم الأرض ثم القمر. الأرض هي التي تحجب أو أشعة الشمس أو ضوء الشمس عن القمر، وبالتالي يبدو القمر، بس بشرط يكون القمر في استقامة واحدة مع الأرض والشمس، يعني يقع خلف الأرض مباشرة وليس يدور على مستوى أعلى من مستوى الأرض. طيب عندي هنا مجموعة من الخيارات، عندي مجموعة من الكلمات أو المصطلحات، ونبغى نكمل هنا الفراغات. أكمل الفراغات باختيار الكلمة المناسبة من الصندوق. نقرأ الفقرة الأولى: ارتفاع الماء وانخفاضه على طول الشاطئ هو، هل هو نسميه نجم أم داخلية أم المد والجزر أم الخارجية؟ أكيد كلكم تعرفون الإجابة. اندفاع الماء إلى الشاطئ وعودته مرة أخرى إلى مياه البحر أو المحيط أو الخليج نسميه مد وجزر. أحسنتم، مد وجزر. أحد يعرف ما هو سبب المد والجزر؟ طبعا أكيد أنكم تعرفون إن شاء الله، بسبب قوة الجاذبية ما بين الأرض والقمر والشمس. الفقرة رقم 2: كرة ضخمة من الغازات الملتهبة، غازات ملتهبة، كرة ضخمة المترابطة، ماذا نسمي هذه الكرة الضخمة من الغازات الملتهبة؟ بقي عندي في الخيارات النجم، الداخلية، الخارجية. طالما أننا قلنا كرة ضخمة من الغازات الملتهبة، إذن أكيد هذا هو تعريف مين؟ النجم، النجم. أحسنتم. الفقرة رقم 3 الثالثة: كوكب الأرض والمريخ وعطارد من الكواكب، هل هي من الكواكب الداخلية أم الخارجية؟ لاحظوا كوكبنا محل أو كوكب الأرض، وإحنا عرفنا أن كوكب الأرض قريب من الشمس. طيب ما دام أن هذه الكواكب قريبة من الشمس، ماذا سمينا الكواكب القريبة من الشمس؟ هل سميناها الكواكب الداخلية أم الكواكب الخارجية؟ طالما أنها قريبة إذا تسمى الكواكب الداخلية، الداخلية. أحسنتم، يا سلام عليكم. نموذج اختبار بسيط جدا بحيث
لابد انك تضع كلمة صح امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخاطئة فيما يلي. الفقرة الاولى، هل هذه العبارة صحيحة ام خاطئة؟ واحد، الجاذبية قوة شد او سحب تنشأ بين جميع الاجسام. الجاذبية قوة شد او سحب، هل هذه العبارة صحيحة ام خاطئة؟ اكيد مرت معنا في درس سابق او في درس سابق من دروسنا التي مرت معنا، كلكم تعرفون الاجابة ان شاء الله كذلك. ها، كم واحد اختار صح؟ اللي اختار صح فعلا هي اجابته الصحيحة. اذا هذه العبارة صحيحة، احسنتم. اثنين، الكواكب اجسام كروية كبيرة تدور حول النجوم. لاحظوا معايا، الكواكب تدور حول النجوم، هل هذه العبارة ايضا صحيحة ام خاطئة؟ اكيد كلكم تعرفون الاجابة، لان تعريف الكوكب هو جسم كروي كبير يدور حول النجوم. اذا هذه العبارة صحيحة ايضا، احسنتم. رقم ثلاثة، تستعمل المرايا في المنظار الفلكي الكاسر. مر معنا قبل قليل جزئية تحدثنا فيها عن هذا الموضوع. الكاسر قلنا هو الذي تستعمل فيه العدسات، أما العاكس فهو الذي تستخدم فيها المرايا. طيب، ما دام أني قلت تستعمل المرايا في المنظار الفلكي الكاسر، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أكيد كلكم تقولون خاطئة، أحسنتم. اللي قال خاطئة هو إجابة صح، خطأ، لأن المرايا تستعمل في العاكس وليس في الكاسر. سؤال آخر، ما هي أطوار أو مراحل القمر؟ من يتذكر إيش سمينا أطوار القمر؟ طبعا تعرفون أن أطوار القمر قلنا هي الشكل المضاء من القمر، وقلنا يتخذ عدة أشكال من خلال دورانه حول الأرض. هذه الأشكال هي التي سميناها بالأطوار. حد يتذكر معي ما اسم هذه الأطوار؟ أول ما يبدأ ظهور القمر إيش يكون شكله؟ يسمونه هلال. طبعا من أين يأتي الهلال؟ بعد أن يكون القمر محاق. ما معنى محاق؟ يعني مختفي عن الأنظار، لا أحد يراه، في مكان مظلم. ثم يبدأ ظهور القمر على شكل هلال وهكذا. إذا محاق يعني عندما يكون مختفي، ثم الهلال الأول، ثم التربيع الأول عندما يكون تقريبا نصف القمر مضاء، ثم الأحدب الأول يعني ثلاثة أرباع القمر مضاء، ثلاثة أرباع ثلاثة أجزاء، ثم البدر إذا كان مستديرا وكاملا، ثم يعود مرة أخرى بعد أن يكون في منتصف الشهر اللي هو البدر، يعود مرة أخرى كما كان، أحدب أخير ثم تربيع أخير ثم الهلال الأخير. لاحظوا معي، عكس الهلال الأول في آخر الشهر، ثم يرجع إلى المحاق مرة أخرى إعلانا ببداية أو ولادة شهر قمري جديد. المناظير الفلكية، طبعا كلنا عرفنا المناظير الفلكية، قلنا نوعين، المنظار الفلكي العاكس هذا ايش نستعمل فيه، وعندي هنا في فراغ تستعمل فيه العدسات. طب خلينا نبدأ بهذا الذي تستعمل فيه العدسات، ايش نسميه؟ المنظار الفلكي الكاسر، احسنتم، المنظار الفلكي الكاسر. هذا المنظار الفلكي الكاسر تستعمل فيه العدسات، بينما المنظار الفلكي العاكس تستعمل فيه المرايا. ما سبب حدوث ظاهرتي الكسوف والخسوف؟ خلينا ناخذها واحدة واحدة. لو بدأنا بالخسوف، ايش سبب حدوث ظاهرة الخسوف؟ قلنا عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، صح؟ أكيد كلكم تقولون صح. إذا وقوع الأرض بين الشمس والقمر، طيب الكسوف، كسوف الشمس، مين اللي يقع بين مين ومين؟ أحسنتم، القمر يقع بين الأرض والشمس، وقوع القمر بين الشمس والأرض. النجوم والمجرات، تكلمنا عن النجوم وتكلمنا عن المجرات، فما هي خصائص النجوم؟ قلنا في سطوعها وفي حجمها، أيضا هذا من خصائص النجوم. إذا النجوم من خصائصها السطوع ودرجة اللون والحجم، قلنا تختلف في الحجم، أيضا تختلف في السطوع إما لبعدها أو قربها،
درجة اللون تعتمد على درجة حرارة السطح لذلك النجم. المجرات قلنا كم نوع؟ 3 أنواع. ما هي؟ لولبية، غير منتظمة، بقي واحدة من يعرف؟ أهلي ليجية، أحسنتم. إذا اللولبية وغير منتظمة والأهليليجية. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم، حتى أراكم إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.